الصباح عاد شدوا الليل يلا اللو شدوا اللو عمدان رسول الله الصبح طيران على الدفعي لموني علموني شمي والبا وانا احبابي ظلموني يا دخيلا لموني علموني وين اول لموني ما في لك الليمونات لا تجننيني ها ما في لك شلون ما في امبارحه شفتهم بعيني ملانات هيك نازلين من عيونها جيت لاقطف ونسيت وين راحوا شو بابا ما رح كذبها لا بصراحه شو احتجت لعندي ايوه وهي حامل اي وتوحمت على الليمونات وما مع مصرات ولقطفت لهن لك تقطفي له وحده تنتين اذا كترت كترت ثلاثه لك بس مو الشجره كلها امبارح كانت ملانه ايش بك ابو عبده يعني والله ما شاء الله هي بتحمل كثير سبعه وجاهيه بعدين الله بحب الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل كريمه كريمه ما بطلع شيء بايدك روحتي علي اكله الفول بحمض الليمون انا رايح على شغلي مع السلامه ابو عبده مع السلامه سلمي الله معك يلا انصف فقت فقت يا بهية بهية لك تعالي بنتي جيبي لي هذول غلط لعدة المطبخ بدي اخذهم للجماعة النازحين خطاي ما عندهم شي الشحادة وبنتها يعني لوين الواحد دا يروح من عبكرة الصبح استقبل رايح انا اجيب خبز اي والله بدي اروح اودي هدول الغراض لعند وحدة وبطريق دا اجيب خبز لاني نسيت اوصي ابو عبدو يجيب خبز اصبح منترافق سوا لاني انا كمان وعدة ام بكري مشان نروح سوا نشتري خبز يلا تفضل قولي عليهم من امبارح ما هديت الطيارة اني لسه ما خلصت عبية الطاين صباح النور لسه ما تعبى خزانة؟ لك ايه والله والله من امبارحة اليوم جايتني مي صنصولة لهلا ما تعبى الخزان خلصك هدا مش نشتري الخبز لازمك حكى مثل ما بتعرفي الفرن ما بيعطي اكثر من رابطين واليوم ابن حماي عازم رفقاته على العشاء مناسبه تحرير ادلب خايف الخبز ما يكفيني ييك خلاص انت لا تاكلي هم هلا بشتري رابطين باخذ ربطه وبعطيكي ربطه اصلا نحن ما عم ناكل خبز ابدا مشان وانا كمان بعطيكي ربطه لاني اليوم طبخه برغل بفرنجي ما بتاكل جنبه خبز انت بتعرفي يعني خلص لا الى لك يلا بقى مشي خاي ما
كم ربطة بدي خيطه؟ بدي 6 ربطات. يخ بدي يارك ويطفي نارك. إيش عم تاخدي الخبز تبيعي؟ نعم نعم نعم. إيش خيّة؟ شايفني تاجرة ولا تاجرة؟ ولا عم بتاجر بغذاء الناس؟ مالي بحاجة ربطة الخبز. بعدين بدي آخذ 6 ربطات إلي ولصديقاتي، كل وحدة ربطتين. بعدين أبوي، مو نحن اللي بناكل حق غيرنا، بعدين هذا الخبز لكل الناس اللي ساكنة هون، الله لا يطمعنا إلا بدينه. آمين. هات 6 ربطات. عمش فيك عالم. ايه ايش بك سببي انا كو هو اللي لك عمل عمل يا بنات وين نروح الله خالي يا خالي الله يوفقك اعطينا خبز انا واخواتي والله جوعانين قولي علي عليك ان شاء الله خسد جوع تقبلني خسد جوع صف صف كل انت واخواتك عيني الله يرزقك خالي الله يرزقك الله يسلمك قولي على قلبي عليك لك ليش هيك مع عبدة مو عطيني بربطة الخبز لك اختي يا ام بكري بالله حرام هدول اولاد صغار يعني والنين بدهم ياكلوا وبعدين ابن حماكي ورفقاته فيهم يدبروا حالهم هن كبار طيب الله يتقبل حلال عليك يا ام عبدو هذا الكلام اللي بالحكى تسلم بطن اللي حملك سلام عليك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بخير بس احكي معك كلمه اتفضلي يا خالي الله يخلي لك هالصبايا بركي بتعطينا ربطه خبز عندي 6 بنات والصبي صغير ما عندنا معين غير رب العالمين صبايا يصب صبابك ان شاء الله هدول رفقاتي وكل وحده منهم عندها عرج عرير اولاد شايفتيني ختيارة عم بمشي على عكازة يعني خلصنا بقى بكري ما اصدل مخلوقه خسد جوع خيط تفضلي هي الربطه وهي الك ولاولادك الله يرزقكم الله يوفقكم الله يعطيكم حتى يرضيكم ايه ام بكري خلينا نعمل خير ونساعد هالعالم الله يكون بعون هالبشر بعدين ابن حماكي الشاب وبيعرف يدبر حاله اعتبريه ذكي عنه ايه مذكور ايش بك والله ما حكينا شي ايه حاج انت وهي خلص والله الله يزمت كان على 3 كاسات زحنا مشان نطري زلع عيوننا ولو يلا يلا السلام عليكم خاي السلام ورحمة الله عبينا 3 كاسات زحنا بيكونوا كبار الله يرضى عليك لك ابني خالي يا خالي ايش بك انت كمان خالي يا خالي انا واخواتي كتير كتير مشتاقين على السحلب اشترينا خالي عطية ام عبدو اختي عطية والله برزقك بعدين اذا بدك انا بدفع عنك لا ايش تدفع لك ام زكور بعدين انا بدفع ليش ما ادفع بدك تحرميني من هالاجر عيني انتو كم واحد ثلاثة الله يرضى عليك لك ابني صب لنا 3 كاسات بدي اياهم بس كبار وكتر لي قرفه ايه شو علي سوي لي اياهم كبار وكتر لي قرفه الله يرضى عليك يا عيني شحاض ومشورت انت ايش حشراك ما عم تاخذ مصاري صب لي وعالساكت هلا عم ما برجع باخذ الثالثه لا تيجي تاخذ الثالثه هم وتاكل عليها ايوه دي بقى يا صبايا خلونا نتيسر يعطيك العافيه هلا بحليب ايه صحيح نسوان الحاره عم بقول لحالي ليش ما بتجوا لعندي بنشرب شي فنجان قهوة لأني محسوبتكم من دون فنجان القهوة ما بفكر مخي بطومس ايه والله يا ام عبدة لازم نجمع كمان الشلة مشان ناخد رأيهم اصبح انا بودي الخبز على بيتي بدي اطبخ له لابن حماي ورفقاته والعصير بنلتقي عندك ام عبدة ماشي ميت السلامة انسى انا كمان عامل سمبوسك بتساعدوني فيه عملته صدقة مشان نروح الاموات جميعا ذوقوا كمان كتير طبخي يلا سلام عبد على السلامة الله معك Thank you.
بالظهر. بهية قومي خذي ولادك وطالعيهم لفوق، أنا انطوشت من غير شي عم بحكي سلوي المسهر، يا ماما قصدي ساوي شي شغلة تانية. يلا حاضر. خلونا نحكي بالشي المفيد. إيش مقترحاتكم للشي اللي شفناه اليوم؟ لأن الوضع ما بقي نسكت عليه طاول طاول. أوف، ليش خير صار معكم اليوم؟ لك يا أم حمدو، الوضع ما بقي نسكت عليه. لك في ناس عم تنزل بتشحد، افهمنا وقت كان النظام كان ميصص دمنا، وهلأ هلأ لا في نظام ولا شي. نحن هلأ لازم نقوم بواجبنا، صح ولا لا يا بنات؟ بس يا أم عبدو، المكاتب الإغاثية ما بتأثر، عم بتغيث الناس، هيك عم بتجوا معونة. إشو خيتو؟ المكاتب الإغاثية بدهم مين يغيثن؟ واللي عنده عب بسرقة. لك يا جماعة يا جماعة، نحن ما دخلنا لا بمكاتب إغاثية ولا بهيئات ولا باعتلاف. لك كل هدول صف حكي بحكي، لازم نحن نقوم نبادر نعمل شي خير، نعمل شي لآخرتنا. إيش بكون؟ ايه والله لف وضفك يا ام زكور، هذا هو الحكي المزبوط. معناتها اول شيء لازم نطلع مصدر للدعم، وبعدين نطلع على عائلات فقيره وندعمهم. طيب وشلون ندل عليهم؟ بسيطه، منلحق كل واحد عم يشحد بس على السكيته ومن دون ما يحس، بس نعرف بيته منروح ومنعمل الواجب. معناتها بكره منبلش بالمره اللي شفناها اليوم. توكلنا على الله ونعمل اتكال. أصبحين بكري وأم علي بتروحوا لهنيك عند أبو السحلب، بتلاقوا البنت هنيك بتراقبوها بس على السكيتة. أم بكري بتعرف البنت، وأنا وأم زكور وأم حمدو منروح على الفرن مشان نشوف إيش صار بالأمور. أوكي. أمورك وينه؟ وحدي هذا شيء. حتى هو هي بتسأل شو ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء. نعم عبدو، لك ام عبدو. نعم ابن عمي. يلا جاي خير ابن عمي، ايش بدك؟ وين الطعم الاسود اللي اشتريته بعرس ابن عمي؟ اين الطعم ابن عمي؟ لك الطعم اللي اشتريته على عرس ابن عمي احمد. يا حرام يا ابن عمي، في نازحين جايين جديد وجايين بلبسهم، وزوجها يا حرام ما عنده لبس او لعطيتهم هي. لك شلون تعطيهم اياها؟ لك السمال بستغير لبستين بس. ايش بك ابو عبدو، بتاخد اجر بعدين والله عندك لبس كتير، يعني اذا الله طعمك طعم غيرك ابو عبدو. دي حسبنا الله ونعم الوكيل. طب اعطيني قلبيتي البلورية هي التقايل. فرقتيها؟ طب اعطيني القلبية اللي جابت لي اياها امي من الحج. كمان فرقت بس لغير جمع مو نفسهم. وهي القلبية اللي جابت لي اياها امك ليش ما فرقتيها؟ ايش بك ابو عبدو، والله والله بشوف عليك مثل القمر، بعدين كثير بتلبق لك وبعدين ما لبستها كثير ابو عبدو. يو فهمنا شيء، لبس امي بتفرقيه، لبس امك ما بتفرقيه. لكن ماله حظ لا يتعب ولا يشقى، الله ساعدني من عزمت على هالسهرة، ما بقى بدي اياها كلها، هاي لبسي فرقي كبي مالي علاقة. تصبحي على خير. ليش تأخرتوا؟ امو اللي بالمكتوب من حفلة نزلي كل حق عليه. نزلي وفعلوا خلاص. يلا خلينا خلونا كل واحد يدفع شغلة. يلا وين الشحاتي؟ والله صرنا فجع عند العالم، ما بعرف ويني. ام عبدو احسن شي نوقف عدول الخبز، احسن ما حدا يحس علينا. اي والله فكركم شو شو شو. يلا We'll be right back.
يا واقفة. يلا يلا ييه يلا فنعة الشغلية في حد وراكم؟ في حد وراكم؟ تفضلي تفضلي. كم ربطة بديك؟ ما لازمنا خاي. لقليت جاي الصبحين ابو الشيخ مبيعها بدك 36 اضوي. مالك علاقة؟ دوتك لم يعبي لك هالسحلب. ما بدي يا صغير بدي خالي. الله يرزقك الله يحمي لك ولادك. خالي يا خالي عطيني ربطة خبز. والله ما معي غير هالربطة. طيب عطيني. طب جربي. الله يحميك. الله يسلمك. ثلاثة ليه كم ربطة صار؟ ثلاثة اليوم ما في شغل كتير. ولك هالسحلب نسوك هيا اللي بربس حد وحدة تاني. هدول ايش عم سوي الخبز؟ والله ما بعرف. هي جولهم ليش كم ربطة جبته؟ ثلاثة. ثلاثة بس؟ الله لا يوفقك يا فوز. هالكلمة من حارة لحارة. يخرب ديارة. أهم على هالكذب. لك هدول ولادك كمان عم تشرب سحلب. هات هاي لهون. وانا مضروبتي؟ راحت شحد لي سحلب. تفضلي ماما. ما الله لا يوفقك ولا يوفق اخوك. طول النهار ما عرفت غير تشحد ثلاث ربطات. ما هيك؟ يا ماما يروحوا الا قتل. لك تتركوا كلياتهم عصابة يا ام بكري. يا بو كلهم عصابة؟ مثل هيك ناس بقطعهم معروف. هات الثلاثة لهون. هات بس جيبوا السحلب الحقيقي. جيبوا الثلاثة. ايوه هذا اليوم ثلاثة وليه؟ رزقنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أي 150 ورقة مع ديبات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تغيب فيا. لا تغيب فيا. لا تغيب فيا. اوف اجابك لهون. رتولا كان جاب الغلا. وغريبة وهنا انتي انتك ام زكور. انتي انتي شافت جوز على الطريقة ولا اخدها ومشيو على البيت. ايه هلا ايش بدك؟ اعطيني الزبدة بالاخير. ابو عبدو ايش عملت هاي المرة اللي دخلت لعندك؟ ما بتعمل كل يوم تجي لعندي بتجيب لي شي هيك فراطة شي 3-4 آلاف وبحطها. معلومك انا بلزمني فراطة وبعطيها صاغة. يا مو يا ابو عبده لك هي المره دائما بتشحط خبز وبتعطيه لهذا اللي جارك ابو الخبز بتبيعه وبتجي بتعطيه كل العمله يلي اخذتها منه. يا مو يا ابو عبده يا مش ايش هالناس. على كل ابو عبده انا رايحه الحق. ماشي يلا بخاطرك. اخ عن صور بتاكل اشياء بتشرب. لك وين ودي محمد خرب الدنيا وراح. ولك محمد ولك هلا اخوانا وصلنا ساعة مستناكي. يلعن ساعة شفتك فيها. اي والله نزق علي. اطلعي نبري انتي ولادك. ترجمة
بتروح على ابو براس الباب. يا جماعه مبين عليه جوزة. ايه دياره وديار جوزة. خمسة خيتو المال وحظ لا يتعب ولا يشقى. الله ساعدني وحزنت على لك. اتهنى قبل الثورة كان النظام ماسس لنا وهلا ايش؟ وينك؟ يلا يلا خمسة. انا عايز اخذ خمسة من عندي خلي عمو ياخذ. يلا هلا نزلت علينا. يا ربي ده ولا انا صامده صامده صامده. والله انا مالي خايفه من الطياره، خايفه من الطياره. نزلت معاك صوتك ضربت وراحت خلاص. ايش اللي عم يضرب؟ يا يضرب يا يروح على البيت. كل شيء بصراحه. اشبال اشبال لك اشبال. نجا منيني امبارحة شفتهم بعيني، كنت جيت لقطك ونسيت. ما انت هذا؟ يا بابا طب مو شايفني نايمة يعني؟ الله اكبر لك ولا منى؟ انا ملحظة كانت ملانة. انا امبارحة شفتها ملانة. جاهد ابو عبدو. Ha 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 ha